انا عايز اسال بس استاذ ياسر سؤال. حضرتك بتتكلم على تطبيق القانون، انا اديت مثل حضرتك ما ردتش عليه. يوم 25 يناير 2011 مليون واحد نزلوا حاطين بيادات على دماغهم ورافعين صور السيسي ورافعين صور مبارك في ميدان التحرير، دول اخدوا اذن عشان ينزلوا؟ ده السؤال. بقيه السؤال، المجموعه اللي ما كملوش بعد اذن حضرتك، بس اكمل بقيه الموضوع. المجموعه ال 30 واحد اللي كانوا ماشيين في شارع 9 رافعين صور الشهداء ورافعين يافطه فيها يسقط كل من خان عسكر فلول الاخوان، دول اتضربوا والفيديوهات موجوده على الانترنت في بالظبط ب 50,000 جنيه غرامه وبسنتين سجن وسنتين مراقبه. يعني ايه سنتين مراقبه؟ فيعني فين تطبيق القانون اللي حضرتك بتتكلم عليه؟ لو سمحت رد. دكتور احمد، اولا احنا متفقين ان القانون لا يجزا، مفيش حاجه اسمها ان القانون بيطبق على واحد وما بيطبقش على الثاني. يعني انا يا فندم رد عليا، ابوس ايدك من غير بس يعني من غير مراوغه ارجوك. يعني دلوقتي الاثنين نزلوا، يعني الناس ما رضيتش تحتك، الناس في المعادي ما رضيتش تحتك باللي رافعين صور مبارك في ميدان التحرير ومشوا في شارع 9 في المعادي 30 واحد، تمام؟ دول يتقبض عليهم، يتضربوا الاول ويتقبض عليهم. ده تطبيق للقانون يا فندم؟ لا صور مبارك وبيادات. طيب لو سمحت ياسر رد، لو سمحت حق الرد على احمد ونعود اليك بعد ذلك مروه. ياسر تفضل. الحقيقه يعني انا طبعا الدكتور احمد بيتكلم في نقطه الصور مبارك والكلام ده، طبعا هو احنا هنا لسنا في 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 مجال ان احنا نناقش مبارك يرجع ولا ما يرجعش، ولا الناس بتقول مبارك ما تقعدش، لان اصل قولا يا فندم انا بتكلم حضرتك مليون، معلش انا اسف، بتكلم حضرتك مليون واحد اخذوا اذن. لو سمحت اسمعني يا استاذ ياسر، مليون واحد اخذوا اذن ينزلوا ميدان التحرير، يوميها كانت دعوه عامه. ليه ال 30 واحد بتوع المعادي اتضربوا ودول ما حدش قرب لهم؟ رد عليا، فين تطبيق القانون في اللي حضرتك بتقوله؟ لما حضرتك بتقول انا بقول لك انا ضد القبض على اي حد بدون داعي وبدون سبب، لكن الدعوه اللي نزلت انها في الاحتفالات في 25 كان لابد ان تطبق على مصر كلها. انا ما بقولش، انا ما بدافعش ولا في جهه دفاع عن الجيش او عن الشرطه او عن اي مخلوق. احنا بنقول النهارده احنا بنتكلم في دوله قانون، تمام؟ اذا القانون يطبق على الجميع. اذا كان هنا الناس دي تحتفل يبقى لابد الناس دي هنا تحتفل، لكن اذا كانت الناس دي نازله بدعوه لاثاره الفوضى، طب اوصف لي بقى، اوصف لي اللي حصل فيهم. لابد ان نكون احنا يا فندم. طب ما تقول لي ده معناه ايه؟ مش ده معناه اعتقال ولا ده معناه ايه؟ مش ده معناه تعسف من النيابه والقضاء ان هم ينتسب لهم التهم دي الانتماء لجماعه ارهابيه والى اخره؟ وبعد ده كان في ده كان في في ده في الاول، وبعد كده التهمه اتحولت بقت ان هو انتهاك لقانون التظاهر.